السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في واحد من فيديوهات سلسلة وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وحديثنا اليوم عن أرذل العمر في آيات القرآن الكريم. ويقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. الله خلقنا ثم يتوفانا، ومنا من يرد إلى أرذل العمر. حديثنا اليوم عن أرذل العمر، يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. إذا في أرذل العمر الإنسان الذي كان يعلم شيئا يفقد هذا العلم لكي لا يعلم بعد علم شيئا. إن الله عليم قدير. ويقول تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فالحديث هنا في هذه الآية موجه من الله تعالى إلى الناس مؤمنهم وكافرهم، ويسألهم: إن كنتم في ريب من البعث. من هو في ريب من البعث؟ من لا يؤمن بالبعث؟ فالله خلقنا من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ليبين لنا، ويقر الله في الأرحام ما يشاء إلى أجل مسمى ثم يخرجنا أطفالا من بطون أمهاتنا ثم لنبلغ أشدنا بعد ذلك. ومنا من يتوفى في أي عمر، ومنا من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ونرى الأرض هامدة فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ويقول تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا
حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وفي هذه الآية وصية من الله للإنسان، لكل إنسان، بوالديه إحسانا، أن يحسن لوالديه، لأن أمه حملته كرها ووضعته كرها، واستغرق الحمل والفصال 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده. متى يبلغ الإنسان أشده؟ وبلغ 40 سنة. إذن أشد كل إنسان عندما يبلغ 40 سنة. عندما يبلغ أشده في عمر 40 يقول رب، يدعو الله بالأدعية التالية: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. كل هذه طلبات وأدعية من الله. واستجد شيء هنا: إني تبت إليك. في هذا العمر 40، مع أشد العمر، أشدة العمر، يفيق الإنسان إلى ما فعل، فيتوجه إلى الله بالتوبة ليتوب الله عليه: إني تبت إليك وإني من المسلمين. ويقول تعالى: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. فالله خلقنا من تراب ثم من نطفة ثم جعلنا أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم الله سبحانه وتعالى. وما يعمر من معمر، يعمر في العمر، يمتد به العمر، يصبح معمرا، ولا ينقص من عمره، عكس المعمر، إلا في كتاب، هذا مكتوب له وهذا مكتوب له، هذا معمر وهذا عمره ناقص، إن ذلك على الله يسير. فالمعمر يمتد به العمر. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. فالمعمر يمتد به العمر ولا يرتد به العمر، وهذه حقيقة واقعة لا جدال فيها. ويقول تعالى: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. فالله خلقنا ثم يتوفانا ومنا من يرد إلى أرذل العمر ولا سيمتد به العمر إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، لأنه علم، لأننا جميعا ولدنا أطفالا لا نعلم شيئا. فبداية أرذل العمر عندما كنا أطفالا مولودين لا نعلم أي شيء، فهذا أرذل العمر. فمن يمتد به العمر إلى أن لا يعلم بعد علم، الطفل لم يعلم شيئا من البداية، أما من ارتد به العمر إلى أرذل العمر ف
لكي لا يفقد العلم الذي تعلمه في حياته ويصبح كالطفل المولود لا يعلم شيئا. إن الله عليم قدير. ويقول تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالله أخرجنا من بطون أمهاتنا، وبعد خروجنا من بطون أمهاتنا كأطفال لا نعلم أي شيء. الطفل المولود لا يعلم أي شيء، والله جعل لنا السمع والأبصار والأفئدة لعلنا نشكره سبحانه وتعالى. ويقول تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فالله يخاطب الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم: من كان في ريب من البعث فإن الله خلقنا من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ليبين لنا، ويقر الله في الأرحام ما يشاء إلى أجل مسمى ثم يخرجنا طفلا ثم لنبلغ أشدنا عند الـ40 ومنا من يتوفى في أي عمر ومنا من يرد، وليس يمتد إلى أرذل العمر، يرد. وهنا مربط الفرج: لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وجميعنا نرى الأرض هامدة فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، لأن الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر الرد إلى أرض العمر بقوله تعالى: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر. لم يتعوذ من أن يمتد به العمر إلى أرض العمر، بل تعوذ من أن يرد إلى أرض العمر. والعمر لا يراد، إنما الرد إلى أرض العمر وليس الرد في العمر. ويقول صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. أدعو حضراتكم مشكورين للاشتراك بهذه القناة للاستفادة من محتوياتها وإفادة غيركم لوجه الله تعالى. ويسعدني ويشرفني أن أعلن لكم أن عدد مشاهدات للمحتويات هذه القناة في وقت إعداد هذا الفيديو قد وصل إلى 104
60,975 مشاهدة في وقت إعداد هذا الفيديو، ويسعدني أن أنشر لكم رابط القناة على اليوتيوب لتشتركوا بها وتستفيدوا منها وتفيدوا غيركم بما فيها بإذن الله. ويقول تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ضرب الله لنا مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، جذورها ثابتة في الأرض وفروعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين لغيرها بإذن ربها، والله يضرب لنا الأمثال لعلنا نتذكر. فالكلمة الطيبة صدقة، وخيركم من تعلم العلم وعلمه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فلنغتنم الفرصة ونعمل بالسنن الحسنة لنغتنم أجرها وأجر من عمل بها من بعدنا في حياتنا ومن بعد مماتنا أجيالا وأجيال، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ونحن نستفيد من كل من استفاد بعدنا بالسنة الحسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.